تاني. اه باخ ما طابش هذا كيقول لي باش الحال كيقول لي انجل. دابا هادي خالتي طايبه. طيبه خالتي هادي. اه قالت خالتي طايبه. دابا ندوقو. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واخا حنت لك حنا. شحال كاينه فيه في الصغر هذا؟ شحال كاينه فيه؟ كيكون في داك الدو ترقع تي الدو ترقع. هاتي لغي. ها واحد اخر. هاتي داخ. تي لغي تبكي ما ديال وين؟ ها هو. غير ورتي فاريت بزاف. ما جبناش شي حاجه باش نجمعوا هادشي. كاين اللي طيب. ها هو كاين اللي طيب. لا ودي هاتي لغون كنتين وكان. ودي لغون كنتين. انا نتساغك. ونجل. كاين كاين هو اللي طيب. ها كاع داك الكحل طيب. ها هي ياك خالتي. ونجل بالعربية واش كيقولوا ليه؟ وصحي في شي فوائد ربي اللي علم بيها. صافي خالتي صافي. خصنا نجمعوا راه ما معولينش. هاتي لا غونس لا غونس لا هاتي لا غلا غفله. شو 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 نزفين ما يجيش ولا بلا لاكز. لا داك باقي فين ما يجمع. يلاه حنا غادي ندير واحد وداتك شي سيمانات وردات قسام. اه واحد السيمانه قالت لك خالتي ورجعوا ناخذوا ناخذوا فيه هنايا. السيمانه قالت لي ورجعوا قسات فيها فيها. صافي بركه خالتي بركه. هاتي هيا فاطمه. تبارك الله كثير هاد النبته هادي مع هاد فيها فاكهه كنا كناكلوها فاش كنا صغار. مش الحال كيقول لها انجل بالعربيه ما عرفتها. محمد شويه ولكن قالت خالتي واحد السيمانه غادي طيب ان شاء الله مزيان. نعم باقي تبارك الله. شو شحال عامر نبي. يلا ونزوي. يلا ها تبارك الله عامره بيه هنايا. ها تبارك الله. واحد السيمانه قالت لي خالتي تكال يعني تقدر تاكليه يكون حلو. وما حضي مع الطريق نقطعو شي عقراب شي حناش شي واحد الفراشه. ديري يلا المهم يلا خالتي يلا غاد انا وصفا وبنت خويا واختي ولدها وخالتي صابرين وادم خلينا في الدار تما تبقى في الدار. المهم خرجنا هنا يلا عبد الصمد يلا انا الشوكي. هاتي المغرب جيمي خالتي جيمي اذا صحى يلا يلا خالتي يلا. هاد البصل كيدوز من الماء باقا شاد هداك طامي البرد بالناس طامي البرد ورد صوري زوين باش نصوره. يا رب تبارك الله وجد بنايا زوين كيعجبني البصل اشي فيها الورود وفيها والله زوينة هاد النبتة. هذا ورد هذا ماشي شي حاجه فيه عادي. ها هاني التيزوطا تبارك الله التيزوطا زوين زوين الصراحه. الورود واش دي كرموس دابا هنا دابا البلاد دابا شفا بزاف فالكرموس والطرا نقرقع واللوز الشعير هادي الشريحه راهي فين هي الشجره حداك هادي باق ما باق ما ولدتش باق ماما الشريحه نزيد يلا يلا نهود عمي برد ماشي باقا كلينكس. يلا هو بنا اش حناش فينا شفت حاجه كتحرك ها ويلي طيب نقدر يكون حناش ياك كيكون كيكون وسط وسط البصيفه الماء وراه يكون واحد النهار لقيت كاع داك عرفتي القشور ديال ديال فاش كنت صغيره لقيت القشور ديال الحناش اقسم بالله تقريتهم في هذا البلاصه. هذا البلاصه كيبدل الجلده ديالو كنت لقيتهم في هذا البلاصه لقيتهم هاما اقول المنزل المسكون. ها كاين تما نتفاهم من بعد عرفتو هذا بغيتي تروحو ديك اللي كنهبطو منو كنهبطو من هنا كنهودو ياك من بعد يما وراه قطع كان فيه التفاح ياه مابقاش فيه التفاح فينو حيدناه. اه خصوش كنراقبو عنده واحد القرقاع واحد اللوزه صافي القرقاع واللوز. المهم كلشي زين عقات هادي كان فيه التفاح ديك البلاصه
حنا نهودو لي من فوق من هيا انا ومينا هذيك ماشي ديالنا اش حابين بينا فاطمه ريف وسيرو تجمع الطريق انا كندوزو فيها بزاف كنمشيو نصبنو اصلا ما صورتش ديك خصنا شي كاميرا الصراحة التليفون كيتحرك خصنا شي كاميرا شي كاميرا باش كنصورو ان شاء الله الطبيعة ديالنا باش كنصورو بلادنا ان شاء الله ها كوردي كوني هنا كورد هاي دارنا البنات القديمة شتيا كنا كنهودو بحطرت من هنا غير تصور لا باش تشوف اختي فين غتطلع ايوا دي دارنا قديمة كنتصورت معاكم واخا بلا تسني كنتصورت معاكم فواحد الفيديو عندي في القناة قديم ايوا هادي دارنا قديمة كبيرة شادة من حيت دارنا هي دار ديال الشيخ ديال القبيلة الشيخ تاع القبيلة ديال جدود جدودنا أكبر دار في هاد الدوار هي دارنا حنايا ولكن دابا التريب بدات كتريب شنو دارنا زوينة الصراحة كتعجبني عندنا فيها الذكريات ايوا دابا راه تخلع ما تخلعش حتى ما ساكن فيها حد ايوا ما عرفتش فين غنطلعوا دابا فوسارو واش فين هنا مين غنطلعوا صراطي من اورتي مين غنطلعوا ها بنت واحد الباص من هنا هاي دان عندك من هنا انت فين شاده باش نوريكم فين شاده من هنا من بعد من هنا تقريبا عمرة كبيرة تدار شدة من هنا ياك من هنا حتى لهنا ياك حتى لهنا أنا معاك دار جدودنا جدود جدود يلا نطلع مع الباصة ونكمل معاكم التصوير بعد يلا نطلع من ديك الباصة شتيها أنا غنطلع بسم الله جاب الله بالصباط سني سني بسم الله هنا ياك رجلينا تليفون راه كنصور زعما على سني سني رويز مع كنصور هذا التصوير يا صح شنو طلعنا مي المهم اجي نوريكم دابا اورتي ديالنا هذا تحت الدار ديالنا كنقولوا لي اورتي كل دار كتكون تحت منها الجنينه يعني حاجه هذا هذه الشجره ديالنا كتبدا من هنا تبارك الله تبارك الله من هنا وكتشد مزيان باق باق لهين قدام ماشي لا ما طلعوش انا كنت صورتها لا تمر اخو تمر اخو تمر اخو نجيو تمر اخو نجيو لا عاوتاني حنا دابا في اورسينا فين البير فاطمه اللي كاينه البير فين هو البير ما تقولش هي البير عندك نكون واقفين عليه ناري ناري فينا وبغيتا هاتي 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 حيد خالتي حيد هنا شوفي الكلب جمجمه ديالو ناري حيد هنا شوفي الكلب هذا وعدو النياب ها وشي الكلب هذا يقدر يكون شي حولي وعندو النياب هادي حولي حولي ما عندوش نياب النياب عطيه ما عنديش شي كلب هذا النياب شوفي خالتي بسم الله الرحمن الرحيم كاين كلب بقات لينا سوتي لفظ دماغك غير دامي بسم الله الرحمن الرحيم والله يسر عليك غير دامي بين الله يسر لا لا صافي راه الدار عندنا من هنا تقريبا من هنا ما عرفت فين مرة خرجنا شي واحد زايدي قدامها كبيرة ها نجي من تما من هنا من هنا من هنا صافي تنصور كلشي زعما كتصورت اليوم من صافي غادي تمشي جهة أخرى الليلة هذا اش هي ديال صافي شويه تمر اخرى تمر اخرى تمر اخرى تمر اخرى بسم الله الرحمن الرحيم ما كاين حتى واحد يلاه زيد 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 لا ما كاين حتى واحد كنا كاش واحد واخا ندورو ولا نجيو مع شي راجل بعدا راه عشيه هادي راه في البوادي في العشيه ما تبقى تدوري في راسك باديه هاد بعدا 8 د العشيه
بسم الله بسم الله. صافي حنا غادي دابا صافي. بغيت نصور شحال من حاجه تماك ولكن ما قدرتش ندخل لداخل بزاف. مرة اخرى ان شاء الله بغيت نصور معكم هادشي. شي كيبغي المغامره يعني تكوني عندك شي كاميرا نصور لكم هادشي مزيان. داكشي ديالنا ديال قديم الزمان الدار مزيان من راس لراس. نصور لكم زايد الزمان زايد الزمان. القرقعه واش ورداريان ورداريان. زايد الزمان زايد الزمان ورداريان ورداريان. زايد الزمان. بسم الله بسم الله. صفت صفت انا. لا ماشي هذا ويلي خلينا هي ريبيش تي هذا الجامع هذا راه وصلت شي مره نجيوها ثاني نضرب دوره في الدار ان شاء الله. الله يشتي لقط. سيرتو لي صفت لا كتصورت تماك راسك راه هذاك العام صورت لي ما ادري كي خصني ندير شي جوله من تحت لفوق. لا ما قدرتش نقعد خفتي. يلا مي اسمرك هذا افسكي باش كيطيبوا الخبز. افسكي هذا كتنغرم علاش كيطيبوا الخبز وهذاك كيجيبوه في الخلا. يلا منين جينا مشاو خلاوني مشاو خلاوني. بسم الله انا كانت في السقايه كنا كنسقيو هنا كنسقيو الماء. ايوا الديور شوف خفتو خفتو صافي غنحبس هنا نرتاحو. يلا عينا حبست.